هكا كان انا قداش توحشت بلاتو من غيرك انت. تشوف اللعبه سهله برشا. انا باش نسال ليتيسيا ثلاثه اسئله تجاوبني هي عليهم، بعد نلبس الكاسك ليتيسيا نسال نفس الاسئله الخالدة هويسة، يلزموا يجاوب بنفس الاجابات، ما كانش يخسر ونعاقبهم على البلاصه. هذه طف بالرشمه. نبداو ليتيسيا؟ ان شاء الله خير. كي نقول لك فرطاس، اش يجي لمخك؟ فرطاس؟ هو بالله فرطاس بلا شعر؟ بلا شعر فرطاس عنده برشا فلوس. بلا شعر شنو؟ انت انا نجي مش عيب عليك. باه ليتيسا، كي نقول لك تليفون اش يجي لمخك؟ ايفون. ايفون اوكي. ليتيسا، كي نقول لك مدرسه اش يجي لمخك؟ مدرسه معناها كيما مكتب. مدرسه مكتب. هاي مدرسه ايكول بريمير. ايكول بريمير قداش نعملو لكم اللغه اختي؟ مدرسه. مدرسه مرشنا نسيت. اش يجي المخ؟ يجي المخ مدرسه. معلم مدير عساس تلميذ مدير. اعطينا اخويا الكاس ليتيسيا تصفيقه شجاع. الطفله من روس يا احمد ربي تتكلم. امشي برك حط ماكش. اما احلى مزيكا. ما احلى مزيكا. تسمع فيا؟ نسمع شيء. في بالك اللي نحبك؟ قوليه قوليه. شنو نحبك؟ قوليه انت. موافق؟ اعمل لك براسك. باه نمشي ونسهر ومن بعد اعمل لك براسك. باه حلو شدك كي. يلا كي نقول لك فرطاس اش يجي لمخك؟ نوفل. حلو ياسر. كي نقول لك تليفون اش يجي لمخك؟ ايفون. برافو. كنقول لك مدرسة اش يجي لمخك؟ تشطح ولا العلبانة؟ يعني حتى بلاش ما فيهاش فلوس المسابقة. اشكون؟ اش يجي لمخك؟ مدرسة. كنقول لك مدرسة اش يجي لمخك أول حاجة مخك؟ الطوا والكراسي معلم أستاذ. أه؟ أستاذ. دونك عندهم إجابة على ثلاثة صحاح ولا عقاب باش يبداو ليتيسيا وخالد باش نعاقبكم بالكلبة. ليتيسيا وخالد ما يلزمكمش تتحركوا لمدة 30 ثانية مهما يعمل الكلب بحذاك، ما تتحركوش خلاص. واضح؟ خاف انت من الكلابة؟ لا صبا صبا. انت خالد؟ والله انا بديت نخاف. بديت تخاف. قبل ما كنتش تخاف؟ لا تو اكتشفت. تو اكتشفت اللي نجم من كي قلت له هكا حتى انا تو خاف. نجم نزيدو نقرب؟ لا سي بون سي بون سي بون. لا 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 بعد علي بعد علي بعد علي بعد علي بعد علي بعد. لا ما تعملش هكاك، ما تقربلهاش برشا. ما تقربلهاش برشا. ما تقربلهاش برشا. أما عندي زينة. لا 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 ما تقربلهاش برشا. لا 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 ما تقربلهاش برشا. ما تقربلهاش. لا 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 تعال ابتدي تخاف. تعال ابتدي تخاف. مسكين توا خاف الكلب. ستريسي ستريسي خاص. عليك بالله خايف ولا براس ما تصدق؟ انا اي شويه. شنو شويه؟ وانت اللي تيس خايف شويه. شنو محمد؟ باي باي. لا لا انت انت باي. خالد اتفضل. والله فريمون فريمون اسمع تنش بعد الكلب شويه بعليك. اي قل قل فهمتني؟ شبيك بعد الكلب هذا اللي كان ينبح. هذا هو. ما
المظاهر خداعة انا يقدم تعرف اصلا برافو يا خلود برافو نيتيسيا طوى لعبة الكاس مع حسين ورانيا حوس شنو الجو هاك تسمع فيك ليش تسمع فيك شنو فهمتي فهمتك اوكي باهي باش نسالك ثلاثة اسئلة كالعادة جاربي مؤسسة مش تسالني اسالني انا يا صادق منا هاك منا ديخ امشي كنقول لك سيف ايش يجي لمخك دلاع حلو كنقول لك كرش ايش يجي لمخك صادق حلواس شكرا ليه ليه استنى ليه عاد استنى كنقول كنقول لك مكرونه ايش يجي لمخك فرشات اوه فرشات هذيك يقعد 20 سنه حسين هو ما يعرفهاش من غير كاسك خلي فرشات سي بون هات الكاسك برافو ان شاء الله فهمت كان كل شيء يا سيد قريت تقول له في لا ما تقولوش ما نعرفش نقول له ما تحيلش مش بالفم نقول لا ما تقولش مش نفس اللعبه جمله يا بنت كنقول لك سيف ايش يجي لمخك يجيني الشتاء يجيك الشتاء سبحان الله سبحان الله تصفيقه بالله على معك يقول لك كي يجي نقول لك سيف ايش يجي لمخك يقول له شتاء حلو ياسر كنقول لك مكرونه ايش يجي لمخك ان شاء الله مش روز وكا شو يجي لمخك حسين مكرونه ايش يجي لمخك شنو وين الحارس الحار واضح حلو ياسر كنقول لك كرش ايش يجي لمخك يا كل عادة جاب واحد على ثلاثة والعقاب بيتمثل باش تعمل خويا 10 بومبات باش تنقص فوق منك رانيا باش تنقص من الذكاء فوق منك يا مشي جحية نحي الكاسك انا ماني نسمع في شيء شنو صار باش يعمل 10 بومبات وانت فوق منه شنو كلهم غلطين والله نحك تطلعوا يا 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 برا امشي موسيقى كيفاش انا عاد انا مش راح اعمل يلا فوق منه كيفاش لا في راسك اقعد كيما تحب انت عاود 10 عاود استنى يا حسين استنى ايه لا ابعد راني ايش بدك بحكي اقعد اغفر محلاها او شرف جرب انت وين هافت وين نعم واي صابت المنشط فرجوا المنشط مشيت فرق نعمل انا وياك بومبات لا 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 على الاقل زوز على الاقل زوز برسم مكان كيفاش تعمل زوز بالكداس حط يدك بالكداس صح يمشي بروح فما فازا نحب نقولها مادام خاطرني بروف دو سبور ديما يعملوا بونيسيون بحاجات سبورتيف غالطه الفازا بومبا تنفعوا تنفعوا مش احنا نعاقبوه باش تنفع اسمع اقعد على جنب اجا تنقعد على جنب هكا كيفاش هكا تحب نختار لك عقاب اخر تعملوا ما نعاقبوش بالسبور ما نعاقبوش بالسبور دونك نعاقبوا باش تبوس لي ام البويا يا ديما من البويا مالها سبع شنو تحب عاد ارجع من البومبا خير مالها شنو ارجع من البومبا شنو تحب نعمل بومبا تعمل بومبا صحيت فوالا فيسع مع شوية لا كيفاش من غيرك انت ضربتين ياي وان تو إلى حد الآن برافو حوس برافو واحد على ثلاثة سجلوا بونتو انتم بونتو فريق على غالب نرمين الطوارئ حش حابين عملكم نرمين راحة صاحبي
اللي انت ما كنت قايله ما عجبتنيش. ايه ما اسمعني سيدك تحاين نحس فيك برجولية والله. مع شكون حاين؟ معاهم هم. شنو حاين؟ ما نعرفش نحس فيك اكيد ميل. كيفاش الميل؟ كيف مش عارف. ماكش عارف. ما نعرفش ولا نخز من عينيك والله حس. من عيني من عيني تعرف انت. من الاسئلة نتاعك. توقيع يا صديقي يا خالد باش نستقبلوا صديقنا مروان بن محمد باش يحكي لنا على حملة باركي كرهبتك بالصحيحة. لو. أنا راني يا سي مروان متشرف بيك وكل شيء. يسك ربي يخليك. ما فهمتهاش. باهي الحملة نتاعنا باش نفسر الكونسيبت نتاعها هي حملة أكثر من توعوية. نحبوا نفهموا المواطن اللي ما يلزموش يباركي كرهبته في أي بلاصة. معناتها توا ولينا نلاحظوا فما برشا مبوتياش في البلاد، فما برشا كذا، معناتها واحد ولا يحط كرهبته. أنت تتابع الشنقالة؟ لا نحن باراليل مع الشنقالة، نحن نحبوا نعاونوا العباد باش يوليوا يقصوا معناتها تيكيات وكل شيء يحطوا كرهبهم بالصحيح. ومعناتها ما يصير حتى امبوتياج في فما دي سباس وين يحط. هو عندنا مشكل نتاع امبلاسمون نتاع كرهب. فوالا هذاك عليه لازم وين باش نقفوا. هذاك عليه عملنا الحمله هذيا نحن باش نوعيوا العباد باش ما يعادش يحطوا كرهبهم معناتها في بلايص غالطه. فما مشكل نتاع انفراستركتور ديجا. فوالا هذاك عليه. انت تمشي البقايا وما تلقاش وين تقف. انا في البلاتو هذا نعرف شكون يباركي تلقاش وين تقف. بلاصه غالطه ديما نعرف شكون ما تلقاش وين تقف. نقولوا من بعد نقولوا لا قول لنا خاطر نحن توعي البلديه زاد هو يلزمك توعي. يعطيك الصحه. ناقصين دي باركينج ناقصين حتى المواطن مش ناقص حتى. تبارك الله المواطن كل شيء عليه هو. اي كان فما حمله باش توعي المواطن بالرسمي تو كي ما لقاش بلاصه وين باركي. سامحني انا ماشي العطار. عبد ما تعرفش تباركي. تحياتي ريد. لا نحن حابين نوعيوا العباد باش يباركيو كرهبهم في الصحيح ويحطوا كرهبهم في بلايص الصحيحه. وهذاك علاش عملنا الحمله هذه نتاع باركي كرهبتك بالصحيح. والعباد ما عندك ما نعرفوا ما يفهموش تو ولاو بالوعي وكل شيء. دونك قررنا باش نمروا لمرحله العقاب. سامحني كيفاش؟ نوليو نعاقبوا 40,000 ولا قد ايه؟ لا خاطر الشنقال هاك تشوف فما شنقال دوبوي لونتون معناتها عنده برشا و فما سابو فما شنقال فما تطور في الاحكام فما حتى تطور. بالكف بالكف شنو وضعتيونا تريحه؟ اه؟ كنت واحد يتباركي بالغلط ياكل تريحه؟ لا مش ياكل تريحه تعدينا لمرحلة عقاب باش نزيدوا نفهموا من بعضنا نتعداو البث المباشر تو تفهموا بالصحيح كيفاش؟ هذا كرهبه مثلا مش مباركه بالكدا وصلوا كيفاه؟ مثلا باش نعملوا لها عقاب باش نعاقبوا معناتها مولاها. دقيقة نقول لكم حاجة الأولاد نقول لكم كرهبت شكون ولا عاقبوا سامح عاقبوا عاقبوا مولاها عاقبوا عاقبوا شكون مولاها خاطر نحن لقينا أي كرهبة معناتها باش تتعاقب معناها باش تكسرها بربريز شو باش تعمل تفرج معنا تفهم العقاب. شنو سامحني تهمك الكرهبة ذي أنت؟ لا ما تهمنيش معناتها ما فيها حد شيء الحكاية معناتها يعجبكش. حابين نعملوا معناتها عبره للعباد باش يفهموا قدامهم وما عادش يحطوا باركي هي معناها سي صادق انت ما فيش بلايص باركي نتاع برشا جوبير كرهبتك هذا نعرفها 156 صادق عنده موتور عندي موتور عندي بسكليت نورمال توا هكا واحد يباركي معناتها كرهبته ما يصيرش معناها وين العقاب؟ هاو لحظه نخليها هكا هكا باش يفهم المواطن معانا سامحني صادق معناها ما فيها باس صحيت صح ما غير انت كرهبة تنجم تحكي كرهبتك انت كان عندك كرهبة تنجم كان عندك كرهبة فارينا شوية عظم والله سخفني الراجل تنجم دخل البلاتو عم بيها قطو معناها عادي على الاخر جوها باهي اما مولاها ينجم يتغش شكون مولاها سامح مولاها ينجم يتغش معناتها ينجم يتغش وبرا لو كان تغش معناها اللي يطيشوا في العظم مش الشمات اغزوا لك فاش يطيشوا لازم هكاك لازم عاد الشنقال ارحم سامحني معناتها لا سامحني كيفاش الشنقال ارحم شنقال 40,000 هذا تمشي تخسر عليه لافاج 20,000 ترجع هكا شو الفارينا تبارك الله تبارك الله زيد رش من تاني زيد رش من تاني رجع حل الشحن بالله حل الشباك ورش لداخل لعنة الله عليك باش حد كرهبته كاكا برب جينا هو احبر هذه حملتنا هذه حملتنا كيف هذه حملتك كمان سامحني ما انت عادية الحكاية ما انا تنجم تصير عليك انت تصير تنجم تصير عليك حابين حابين نعملوك عبرة للعباد بخاطر العباد تفرج فيك وكل شيء حابين نعملوك عبرة للعباد باش العباد تفهم مقدارها وما عادش يحطوا كرهبهم هكا انت عندك كرهبة انا ما عنديش كرهبة اما علاش عمرو حاجة انا جاي حاجة في قلبي مروان برافو
يا سادة نعتذر عن هذا الفاصل المصدر. تو معقول انت كيفاش تغسلها كرهبتك هذيك؟ كيفاش تغسلها كرهبتك؟ الريحه تو كيفاش كرهبتك؟ واش دخل؟ انت كرهبته نعرفها تو نزيدها خميره ونعملها كتو يو اغزر له اغزر له شي حاجه يا سادق عملوا ايه له قبل الريحه قعدوا 3 شهور زفره في كرهبته شو قداش وفرحان؟ بالعكس نتعداو للجوله الرابعه وعينيك مغمضة بين خلدة ويسا وليتيسيا نرمين وحسام نرمين يا بابا عندي معلم عندي جوارة مزدرمة هاي سيدي بلانتيات ابعدك هاي خالد هاي يلا برا امشي 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 برافو هاكا هاي ابعد هاي ابعد 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 تخلي شوطو هما زادة برا في عقلك نرمين في عقلك مش في وجهي فريق ليتيسيا يماركي بورت والتعادة والآن سيداتي سادتي لحظة الحقيقة الجولة الخامسة مع بلال الميساوي مرحبا بكم الناس كل مرحبا مرحبا والله منورين يا جماعه سي خالد حسدتك انا اليوم برجع علي والله حسدتك انت كل جمعه والله العظيم الحب مقطع بعض وكل انا قلت له رغم اللي هو كفر شوف كيفاش تخرج مرتك غدو شوف اش تنس دونك ساهل برشا الديفي ساهل برشا باش تختاروا من ليكيب ديالي تيسيا اي ليس لا ما تخافش ما تخافش عندك ثقه في اللي معاك ولا ما عندكش؟ لا عندك ثقه فيه ما عندكش ثقه فينا سهله برشا سهله انت باش تقعد هنا وهما باش يجاوبوا على الاسئله فوالا وكل ما يجاوبوا صحيح انت تمنع وكل ما يجاوبوا بالغلط نحناش نقرب لك شوية امورك واضحة مش تخاف كل ما يجاوبوا بالغلط نحناش يمنع منك يمنع منك في ليكيب هذه نرمين بيان سور باش تزبح حذانا هاي تفضل ليتيسيا هاي تفضل ليتيسيا هاي ليتيسيا نغزلك رد بالك بالعكس لازمك تشجعهم انت تشجعهم باش ما يغلطوش بعد انت خاطر تخوف اكثر من الحنش اوكي دونك يلا ولا كي تجي فوكي مش نبداو مش نبداو ما تخافش دي سيا عندك ثقه فيهم سهله ما عندكش ان شاء الله ان شاء الله يا ذنوب يا هيا مش نبدا بك انت سي امين خاطر عادي عليك بالثقف ياسر انت تبارك الله عليك قد يغزلني امين اول طبيبه في العالم هي ماريا لوبيز جميلة بوحيرت أو إليزابيث باكويلا إليزابيث باكويلا والله صحيح عليك شيف صحيح والله صحيح هذا صحيح عليك أتسلك ما تخافش
سي خال. الشعر الذي ألف كتاب الحماسة وكتاب فحول الشعراء. نعم. يا مرحبا يا مرحبا. هيبدا هبط الحماس الشرقة. مرجولية. نزار قباني. يبدا هبط الحماس. نزار قباني. بشار بلوفورد أو أبو تمام. بشار. أبو تمام اللي شغل. هبط الحماس. هبط الحماس. ما تخافش. ما تخافش. هبط. هبط زي شوية. سي بون. زيد ما يسالش. ما تخافش. ما تخافش. سهلة هي. سهلة على الأخر. المرة الجاية أنا نجاوب غلط زادة ما تخافش. أطول حرب في العالم كانت بين إيطاليا وألمانيا لونجلتير والأرجنتين أو بريطانيا وفرنسا. إيطاليا وألمانيا. برافو. والله الوليد ماهوش مثقف على خاطر فرنسا وبريطانيا. زيد هبط. لحظة لحظة. ما تخافش. ما تخافش. ما تخافش. ما تخافش. احنا توا قاعدين نتفاجئوا. سي خالد لازمك تنقذها أمانة هكا تهون عليك الجواز هكا في الأميرة النائمة. متى تأسست في أقرب وقت يطلع. متى تأسست قرطاج؟ 816 قبل الميلاد، 817 أو 814 قبل الميلاد؟ أنا بصراحة نحب الحناش سيدي أحمد. 880. إجابة غلط يا أحمد الحناش. زيد هبط. زيد هبط. لا 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 اخر سؤال اخي تتعقرب على الحناش. اخر سؤال. شكون اللي اكتشف القاره الامريكيه؟ اي نابليون، روبنسون كروزوي او كريستوف كولوم؟ صدق حلواس. والاجابه غلطه. هذه خسرة اللي كيبونا خسرة. طلعونا الحنش. طلعونا الحنش. ربحنا. لا مزيل. لا مزيل. مزيل. نرمين. تفضل بحذينا نرمين. 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 تهبط من الكرسي تخسر. اللعبة تهبط من الكرسي تخسر. ما كانتش أهبط. تفرخ زيد. خاف من الحنوش نرمينا. ما تخافش. ما تخافش. يلا. يلا حسام ونراني نحسكم متثقفين برشا. لين نحسكم حتى أنا متثقفين برشا دونك ماهيش في تيتكم الأسئلة هذه سهلة ونرميه باش تربح. يلا نبداو السؤال الأول عندك سي المثقف. مادام ضحكتك كيكة تعرف. أطول نهر في العالم. نهر الميسيسيبي، نهر السين أو النيل؟ نهر الأحد. الميسيسيبي. نهر النيل. هبطوا له شوية. هبط هبط هبط. أنا الغالص اللي يسر فيك. غنيلو غنيلو. يلا. سهل لي عاد. سهل لنا. سهل لنا الأمور. أين توجد جزر القمر؟ في المحيط الأطلسي، المحيط الهندي أو المحيط الهادي؟ سهلة ذي يا عاد. سهل. سهلة. إيه ما نعرفيش. أعطينا إجابة. عاود لي. أين تقع جزر القمر؟ أحسن كيفاش عاودك باش تعرفها. المحيط الأطلسي، الهادي أو الهندي؟ هادي. غلط. المحيط الهندي. هبط شوية. زيد هبط. هادي. زيد هبط. صحيح. والله حسين. ما تخافش ريت. أول دولة تفرجت في التلفزة. أول دولة تفرجت في التلفزة في العالم. بريطانيا. هو رو هذا سؤال رو بيجة. تركز فيها شوية خطر غريبة الإجابة. مصر. بريطانيا ولا أمريكا؟ بريطانيا. مصر. 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 والإجابة غلطة. أمريكا. زيد هبط. هبط. يا أمريكا دي. زيد هبط. للأسف بلال. مهزلة. للأسف الشريفين. مهزلة. ضعاف ياسر. مهزلة الحقيقة. صفر صفر. علاقتهم بالحنوشة ماهيش علاقة طيبة. ماهيش علاقة. بلال نشكرك. ميرسي. على الجو الثقافة العامة. مش ثقافة حنوشة. السلام عليكم. ميرسي بلال. توقيع نتقابلوا مع بعضنا في الليبي نو. يوم اكتشفت
كيفاش تعمل البوس كيفاش تولي رئيس تنهب الفلوس حقق أحلامك في تونس ما نحيرو كي هذا الكل معاكم ليمينو عسلامة في ليمينو متاع اليوم باش نعلمك كيفاش تخلط في الوقت بما أني إنسان منظم بونكتويل وعندي موصول تريتار أول إتاب لازم تعملها باش تخلط في الوقت هي تعمر الألارم برشا ألارموات وشوفوا شوف ولا تعرفش كيفاش اخطاك من الالارم قبل ما ترقد تقول بوك ولا امك تفيقك غدوة الصباح وجوك باهي خمسة متاع الصباح نهار راح اصلا شنو الفرق بين الخمسة وثمانية غير بون وشفت إيه سوفي فقط رد بالك لتزيدك دقيقة نوم خاطر دقيقة هذيك باش تدمر لك مستقبلك المهني ولا الدراسي ونفس الحكاية بالنسبة للتليفون اللي أول ما تحل عينيك طول باش تفلنج عليه وباش تبدأ بدورة في الأكوي متاع الفيسبوك وترسيلك في اليوتيوب تتفرج في ليمار يتحدث العربية لن تصدق ما ستراه عينيك ديجا ما وصلت لنا إلا من نهار راح هذاك عليه لازم أول ما تحل عينيك طول تقوم الفرش ومن المستحسن معاش دروراك خاطر باش يبدأ يعيط لك ويغري فيك على بعد أميال أمونتي بعد العشرة هذي الكل والخبز والمال كلينا مع بعضنا باش نمشي وتخليني وحدي اللي تبلي بعدها بشغلت في الوقت اللي نسيتي عليها ابنوز وستواليتات حاشاكم فما اكثر في داركم انت وحسب النوبر متاع العائلة ما كانش باش ترسيلك كل صباح بعد ما تخرج من دار بالطبيعة باش تتجه للترانسبور بيبليك اللي حتى هو بيدو ديما في الوقت هذاك عليه لازم ترمي الصحبة على واحد عنده كرهبة وازاك يا باهي انت وينك هالغيبة يا راجل ما تتصورش قديش توحشتك وبعد ما تركحوا وتوليوا صحاب انسى العذاب متاع الترانسبور والتعطيل متاعه واخر ايتاب اقطع اصحاب السوق من ناحيتك اللي كي تبدا خارج روتار وبزهر تلقى حتى هو روتار ويتبدل البروجرام ايوب امين سيرك مطرد من الخدمه ولا جي في بي هذاك عليه الحل الوحيد هو القفه لازم تهز القفه عارفك ولا السيرفيونت بتاعك وانا ذكر الشيء هذا نقدم ديديكاس لاحلى سيرفيونت في احلى ليسي ابن ورشيق مدام عفيف وهكا يكون السنه اللي خليت مينو كنا معكم لمينو وتوا نتعداو الفقره جديده تحدي جديد مع زين العابدين المستوري مرحبا بكم من الكل لكن الزين هون تاور برتينيرو لا المره هذه لا مش برتينيرو المره هذه جبت كادو واحد اخر نرحب بالولاد الكل معناتها قبيلك على الناس اصحابي نحبهم بحليهم معناتها فهمتني مرحبا بكم من الكل حبيت نستغل الفرصه هذه قبل ما نبداو اللعبه باش نلعبوها احنا هي سباق المومياء اصحابك استدعام بحذاك للدار علاش في البرنامج انا ما نحبهمش هذوما الكل دونك حبيت نقول لهم مرحبا بكم فتح نفسي هكا دونك حبيت نقول لهم مرحبا ريت نسيتني انا حافظ بالسيفرة برش الله يهديك وين وقفنا تو هاي دونك باش نجيب كادو باش نعطيه لليتيسيا هاي خاطر الحقيقه تعرف عجبتني برشا هاي فهمتني والرالي هي مش لابسه خاتم ليتيسيا تسمع كادو تتوع صابها توتر والرالي هي ماهيش لابسه خاتم فهمتني وانا زاد مانيش لابس خاتم دونك حبيت نعطيها كادو بريكش زوز نلبسوا خاتم ان شاء الله فهمتني دونك ليتيسيا بالحق جو فودري تدوني سو كادو موسيقى ان شاء الله يعجبك اعطينا شويه موسيقى واحد رومانسيه رومانسيه خلينا نشوفوا واحد وكل شيء نشوفوا فما حاجه تخاف نو نو طون في با هكا منظر واحد يخوف هذا مينيو الله الله معليك هذوك زوج جرانات علاش محلاهم هذوك هذيك واحد اسمها ليتيسي واحد اسمها زين هذيك قصه حبنا نحن ما في الجران فهمتني باش يتطوروا حب الناتير باش نعملوا لها شكون يمسها نورمال هاي رجعها زين تمام هاي واحد منكم يرجعها
شوفوا رانيا في عيون الحقيقة. أوه يا صاحبي والله نحبه مع الاخر. تعمل شيء خالد أمان يا رسول الله تكبت جت على ظهرها الجيران. شوفوا رانيا بعد خويا ما هديت ليتيسيا كادو تاع هديتك كادو ليتيسيا. حب نعلن على انطلاق الجولة السادسة مع زين العابدين المستوري. مرة خويا الزين دونك خويا السباق هذايا نتاع البابي سلوفان جبناه لكم قراطس، جبنا امين اللي من قرطاسه ونرمي صفر من قرطاسها باش تسابقوا على التابي هذا. شوف شكون باش يسبق الاول في سباق الدودة. ربي يهديك يا دودة. سباق الموميا والدودة. لازم يجنبوا هنا ولا غادي كيما تحب انت؟ لازمك كيما تحب انت. شكون ياخذ الاول؟ شكون ياخذ الاول؟ يلا معايا جمهور. ثلاثة اثنين واحد طول. امشي امشي يلا في 15 ثانية نرمي نكملك والتفالح كانت تقول لي لعبوني ونعمل وفي الاخر تخسر. عايش خويا خسرت في الالعاب الكل. جايبين خسارة مش عارف شنو هي مشكلتك يا سادة. صادق بربي لحظة شوفوا مشكلتك شنو هي مشكلتك باش تقدم في الايميسيون انا مش موجود انا كالعادة. شبيك خويا قيمونا خويا مش خويا سيبا سيبا طافي بايش صراحة صراحة الفريق على اليساري من دون ذكر الأسماء خالد وليتيسيا ومين ضعاف ياسر. اخزر 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 انت شقلبك هكا ونحطك في كاميون ونتمشي لبر واحدة بساعة. برافو يا سادة ثلاثة كيف هذايا اش عملنا فيه؟ رجعوا لبلاصته هكا يدور اكيد دودا. تو انت تو هكا تو وهرت انيماتور هكا تو تخليني كي وهرتك انت يا خويا مش وهرتي انا. والله بالحق فهمتها باش يتحل ولي فراشه. اسمعني 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 شوف شوف انا بكري سكت لك ريت نقول لك راهو ما تبداش تتبلع على العباد داخل الاول الحصه انا باش نخليك اخر الحصه كيك بعد عليا. يلا باي. ليه عاد يا سيد يا صادق لا خليك انت باش نكمل حصتي خويا. شكون خير صادق ولا نوف؟ لا صادق خير بارشا. مالك بعد نوف دونك مانيش منحيل نهز جرانيتي ونعطي البلاط نرمينا. برافو نرمين والله برافو نرمين برافو اقسم بالله فجأة كان اللايف في لعبة الدودة ما تعمل 180000 والله. دونك ميرسي بوكو صادق. صورة أخيرة للجران تحب ولا لا؟ تعداو توقيع الكاميرا شوكي مع فادي. السلام ومرحبا بكم في كاميرا شوكي. الحلقه هذه باش نحكيو فيها كيفاش طفله تجي للطفل تقول له ميساج مثل خطيب ونشوف الرياكسيون تاع توينسا كيفاش باش يعمل. السلامه اهلا بنهلا عايش خويا ميساج مثل خطيب شنو هو الاكس نتاعي شنو مثل خطيب يجي وين هيزني للبركه هيجي هيجي بلي يقول لي يحسب روحو خطيب خطيب نمشي اختي سامحيني بربي نشكر حبيبتك. انا توا جيت وليك بيه خالطه عليا وما يحبوش يخلوني وحدي خاطر باش يقلقني جوست كي هو يجي يقولوا لي انت خطيبي احسب روحك كم سنت خطيبي وليك سنتي غيره قولي مشاكل لا لا ميرسي جوست يفوت وطوني مشي على روحي يفرحكم ليك سنتي هو مش خطيب بيع شويه جوست يتعدى شويه وقعه ليه وش يضرب ليه راكم ما شاء الله خطيب خطيب اي خطيب خطيب مع خطيب شبيك لبيت اي مع خطيب خطيب اسمع دخلني اشتغل خطيب هو ايش تحب ايش كانت خطيب خلاص خطيبك السابق شبيك قولي ايش
شكون هذا؟ شنو هي شكون واش مدخلك؟ شكون انت؟ نعرفين صاحبي. ما انت هنا بالبداية معناها؟ صحيح هو شعره خايب انا خير منك. مدني بوحده بس شي شعره خايب. صحيح لحيته خايبه ما تاكي حاجه مولي خير منك. يا ودي صلي على النبي قال خايب قال صحيح هو شبر ما خير منك. انا شبر خايب يا ما خايب يا ما تهدر يا ما تهدر انت باش تعمل انت في وقفه معايا هكا وفين تتعي وفين؟ علاش تتعي؟ هادي 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 يا ذاك نحن ناخو سباتي بارا بارا راو ما خميش سباتي يعطيني سباتي يودي شكون ايش بس شكون انت تفول خاف منك تشوف لك انت انا خاف مني وشو كبيرة ما فهمتش اسو بوينت جيعانه كله خطيبك جديد هو اللي خطيبي جديد طلعني بيه كله خطيبك جديد كله يشري لك صباح يا اخي داك جدك كله يمشي يشري لك كله يمشي يشري لك سبيدري يشري لها انت سبيدري يا ولدي شبيه شري لها انت سبيدري عايش خويا ما نعطيك سبيدريك ولاك لاتي معقوب بيبي اش قولك في الكاميرا شوكي والله يبغى هو ديجا لي سولو شوك شوكي نو هو شوكي من نرمين من الدوده اضربني ما سالش اضربني تحت اضربني اضربني يا ساده اخوي يا ساده يز يا ساده اضربني يز يا ساده يز يا ساده مش كان قعدت في الحوار خير ده يا سيد عايش خوي بعد دي تيبك وعزك وتليمك يا لاحي يا سيد سيد شنية بالليناح والله انت ليلة يز 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 ليلة يز يز طيب يز 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 عايش ابوسو يسي بوسو يسي بوس سماه محرز اسمه محرز اسمه صلاح ناس صادق يا سيريف يا والله العظيم بوس ما يعمل شيء يزي بلا خوف ايجا سوبر ماريو يا سوبر ماريو يلا 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 يا ماريو ايجا شد وخايف خايف برا يا صادق شنو هو نرجعولكم بعد الفاصل